وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية. منذكر ببدايتها بالأرقام يلي بلشت تظهر أسفل الشاشة فوق لوجو صباح الخير، حتى ما تضيعوا إذا بدكم تتأكدوا من الرقم لحتى تتواصلوا معنا وتستفسروا عن أي شيء ممكن يهمكم بحلقتنا لليوم. تختلف الولادة من امرأة لأخرى، وكمان بيختلف كل حمل عن غيره للمرأة نفسها، ففي بعض الحالات تنتهي الولادة بغضون عدة ساعات، وبحالات أخرى ممكن تكون ولادة عسيرة وبتتمثل أنه ممكن يكون في عدم تحمل بدني وعاطفي من قبل الأم بحالة المخاض. يعني سبحان الله قديش يمكن ربنا بيعطي الصبر لكل النساء بهي المرحلة. رح نحكي اليوم عن المخاض ومراحله والفروقات بين الولادة الطبيعية والقيصرية، أكيد بالإضافة لأنواع التخدير المناسب لكل نوع ولادة، وكل هالتفاصيل رح نحكيها مع الدكتورة ريهام زيدان الاختصاصية بالأمراض النسائية. صباح خير. صباح الورد، صباحكم وصباح مشاهدينا. أهلا وسهلا فيكي. بداية يعني كنا من عدة أسابيع لليوم فاتحين موضوع الحمل والولادة، وصلنا لمرحلة المخاض والولادة. المخاض كيف بتعرفوه طبياً؟ إمتى اللحظات البدئية لإله؟ السيدة الحامل اللي فاتت مثلاً بالشهر التاسع كيف لازم تراقب حالها لتعرف إنه بلشت الولادة؟ تمام. هلأ المخاض هو حدثية فيزيولوجية اللي بتأمن خروج الجنين عبر سبيل التناسل للسيدة. هلأ لحتى تعرف السيدة إنه هي دخلت بالمخاض لازم يجيها تقلصات رحمية أو بيسمون هن بالعامية مغص أو ألام مغصة. هاي التقلصات لازم تكون منتظمة بتواتر معين وعم تزيد مع الوقت. المفروض تجيها للسيدة كل 5 أو 10 دقائق تقلصة واحدة تستمر تقريباً 40 إلى 60 ثانية، يعني وسطياً دقيقة. طبعاً التقلصات ما تستجيب عن المسكنات العادية لحتى ميزة عن ألام المخاض الكاذب اللي هي ألام مغصة أو حتى الألام الهضمية، ممكن تستجيب عن المسكنات. تقلصات متواترة منتظمة عم تزيد مع الوقت، وبنفس الوقت عم تعمل لها اتساع بعنق الرحم، يعني ما في تقلصات متباعده ما حتسبب اتساع بعنق الرحم وبالتالي ما حيصير ولاده. اذا هي متواتره منتظمه عم تزيد مع الوقت، ما بتستجيب على المسكنات وعم تعمل اتساع بعنق الرحم لحتى تسمح بخروج الجنين. تمام. طيب مشان السيدات اللي عم يتابعونا، كيف السيده مثل ما قلنا هي بتحس باعراض توصفها السيده بمغص او بالم، ولكن شو هي المرحله المتوقعه لحدوثها؟ يعني في سيدات بيصير عندهم ولادات مبكره ممكن بمراحل معينة، فكيف تقدر السيدة فعلاً هي تميزها عن ممكن شعور عادي أو ألم عادي ممكن تشعر فيه؟ تمام. مثل ما ذكرت هلأ المخاض المبكر صار موضوع آخر، هو الولادة بتكون قبل تمام الحمل. تمام. ممكن كمان يسبب ألام مغص مثل المخاض الطبيعي، فهون كمان بدها المريضة استشفاء وقبول بالمشفى. المغص العادي اللي بتعاني منه السيدة ممكن يصير معه مغص مرة أو مرتين مثلاً بالساعة، 3 مرات باليوم، ألم أسفل ظهره. هذا الألام أسفل الظهر ما ألام مخاض، ألام المخاض الحقيقية هي تحجير أو ألم مغص في مركز السرة بمنتصف البطن، متواتر عم بيزيد مع الوقت، يعني المريضة ما بقى عم تتحمله، بيكون منتظم مثل ما ذكرت كل 5 دقائق أو 10 دقائق وعم يستمر تقريبا دقيقة. فهي بتعاير المريضة هالتقلصات أو هالألام المغصة، وزيادتها مع الوقت بيوجه هذا الشيء إلى جانب في علامات أخرى. ممكن يصير عنا سيلان مثلا أو انبثاق أخشي اللي موجودة قبل الجنين، ممكن يصير عنا علامة مدمات أو خروج مفرزات دموية، كمان هي علامات بتوجه إلى أن السيدة عم تدخل بطور المخاض. تمام. هون لازم فورا تتصل مع الدكتور مع طبيبة أو تنتقل لأقرب مشفى هي بتكون متفقة معه أصلا ومستوى أمورها المفروض. طيب ليش السيدات وخاصة بالولادات الأولى عم يتجهوا للقيصرية مع أنه هذا الموضوع يعني تابو إذا فينا نقول بالدول الغربية؟ ما بيلجأوا للقيصرية إلا إذا جدا مضطرين. عنا لا، بالعكس. شو السبب؟ هلا السيدات بالحمل الأول السبب الأشياء بصراحة هو الجهل والخوف، خوف السيدة أن تجرب ألام المخاض، ما عم ينشرح للمريضة أو للسيدة شو هي مراحل المخاض، قلة الوعي، يعني ما عم بيفهموا أنه هذا المخاض بيمر بأطوار معينة، مساعدتها دعما نفسي تهيئتها نفسيا لمراحل المخاض وإفهامها بكل مرحلة هي شو لازم تعمل، فخوفها هو السبب الأشياء أنه السيدات عم يتوجهوا للقيصرية. عم يستسهلوا يمكن أكثر. تماما. العامل الآخر هو أنه وقت انتخابي اختياري، يعني المريضة ما بتنتظر يجيها مخاض، بتتفق مع طبيبة بس تصير بتمام الحمل، بتحدد وقت معين وبتجري القيصرية، ساعتين 3 ساعات بتكون خاصة بترجع على البيت. تمام. فاستسهال الوقت وخوفه وجهله بمراحل المخاض 100%. يعني للأسف هذا الموضوع ما عم نشوفه بس سيدات الحوامل، للأسف أنا يعني عم بسمع من اللي حواليه في دكاترة حتى معينين هن دائما بيوجهوا المريضات إنه
بمعنى انه شو بدك بهالوجع وشو بدك بهالالم. تمام. القيصريه اسهل لها اختلاطات ومشاكل اكثر بكثير من الولاده الطبيعيه. طيب خلينا نحكي بالشكل الطبيعي بالحاله الطبيعيه شو هي الاستطبابات القيصريه، يعني باي حالات فعلا ممكن نحن نستدعي او تستدعي اللجوء للولاده القيصريه. تمام. هلا الاستطبابات ممكن تكون لها علاقه بالام، ممكن تكون لها علاقه بالجنين. تمام. هلا مثلا بالنسبه للام، اولا اذا كان عندي انا نزف شديد عند الام في حالات مثل ارتكاز المشيمه المعيب، هلا المشيمه ارتكازها الطبيعي المفروض بقعر الرحم، لما بترتكز اسفل الرحم يعني قبل الجنين بتسبب نزف للسيده. هذا النزف مهدد للسيده ومهدد للجنين، او حتى انفكاك المشيمه لما المشيمه بتنفك قبل وقتها قبل الجنين فبتسبب نزف، هذا ايضا مهدد للام والجنين. هذا استطباب شائع جدا للقيصريات. بالنسبه للام مثلا اذا سيده عندها كسر حوضي، الجنين لما بده يعبر اثناء المخاض يعبر عن طريق الحوض، فهون مستحيل يقدر يعبر بالمخاض الطبيعي. او حتى عامله عمل جراحي سابق، مثلا عندها سلس بولي جهدي سابق، عامله اصلاح امامي خلفي، حتى نحن منرد الجراحه السابقه بمرور الجنين بالسبيل التناسلي بنلجا للقيصريه. احيانا الافات الجهازيه مثلا ارتفاع توتر الشريان الشديد ممكن يكون سبب لدخول السيده باجراء قيصريه. هلا في استطبابات، في عندنا كمان سوابق قيصريه سابقه، يعني السيدات اللي عاملين قيصريه سابقه او جراحه سابقه على الرحم بيخافوا من تجربه المخاض خوفا من تمزق الرحم او تمزق الندبه اثناء القيصريه الثانيه، فبيلجأوا اثناء الولاده عفوا فبيلجأوا للقيصريه. تمام. هلا ممكن يكون له علاقه بالجنين، مثلا المجيئات المعيبه، مثلا المجيء الطبيعي هو راسي، ممكن الجنين يكون معترض او ممكن يكون مقعدي فنلجأ للقيصري حتى ما ينرد. ممكن يكون عندنا مثلا تألم جنيني، يعني سيدي عم يمشي المخاض، عم نحاول نحن تجربة ولادة طبيعية، عم يمشي المخاض بشكل طبيعي، بس فجأة صار عندي أنا أثناء المخاض عم راقب دقات قلب الجنين، فجأة صار عندي اضطراب بدقات قلب الجنين، تباطؤ بدقات قلب الجنين. صار خطر على حياة الجنين. فصار خطر على حياة الجنين، فنحن ممكن نلجأ لإجراء قيصرية حماية للجنين. هون بتكون إسعافية فوراً. تمام. إسعافية طبعاً، نحن بنلجأ لوسائل الإنعاش اللازمة، مثلاً اتجاع جانبي للسيدة، إيماها، أكسجين، بنراقب دقات قلب الجنين لفترة معينة، بس في حال عدم استجابته فنحن بحاجة لإجراء القيصرية. تمام. هلا كمان الحمل المتعدد، التوأمي أو أكثر، بنلجأ لإجراء القيصرية. أو حتى في عندي بعض التشوهات الجنينية، مثلا إذا كان عنده جنين استسقاء بطينات أو كبر بحجم الرأس أو تشوهات كبيرة بالعمود الفقري، فهذا يعني صعب أو أحيانا من المستحيل أنه يعبر عبر السبيل التناسلي، فبنلجأ لإجراء القيصرية. تمام. طب دكتورة اليوم شو المخاطر المترتبة عن عملية القيصرية؟ قلتي في إلها مضاعفات أكثر من الولادة الطبيعية، شو بتتمثل؟ هلا المخاطر، أولا بعد الجراحة معدل الإنتان بالقيصرية أعلى من الولادة الطبيعية. شو السبب؟ نحن بالولادة الطبيعية عم بيصير بشكل طبيعي، ما عم نتداخل إلا إذا في تمزقات خارجين مثلا. بالقيصرية عندنا فتح بطن، شق جراحي، خياطة، أدوات أجنبية خارجية، فمعدل الإنتان عم بيكون أعلى، سواء كان إنتان داخل الرحم أو إنتان جرح القيصرية. حتى تمزق الندبة بالحمول التالية، تمزق ندبة القيصرية، القيصرية هي شق بجدار البطن وبالرحم، فتمزق ندبة القيصرية الموجودة على الرحم ممكن يكون أعلى بالقيصريات. حتى مع التقنيات الحديثة والخياطات حتى الحديثة. مع التقنيات في أشياء بتلعب دور استعداد جسم السيدة، الفاصل الزمني هلأ رح نحكي عنه بين القيصريات. فتمزق الندبة أو انتحاق عم بيكون أعلى. المضاعفات، أذية البنى المجاورة أثناء القيصرية أعلى، ممكن يصير عندي أذية للمثانية اللي هي موجودة أمام الرحم، ممكن أذية للأمعاء حول الرحم، أو حتى ربط للحالب أو أذية للحالب في بعض القيصريات اللي بتكون مثلا في التصاقات شديدة ما نسلس، فممكن تكون أذية البنى المجاورة أعلى. ايضا الحوادث الصميه والخثاريه، السيده بعد القيصريه ما عم تتحرك وترجع لحركتها الطبيعيه مثل بعد الولاده الطبيعيه، في ركوده، لهيك نحن بعد القيصريات بنشجع السيدات على الحركه المبكره تجنبا لهذا الاختلال. الحوادث الصميه والخثاريه بالقيصريه اعلى من الولاده الطبيعيه. المراده والوفيات مثل ما قلنا ممكن تكون ناجمه عن الاجراءات التخديريه، بالولاده الطبيعيه ما عندنا تخدير عام. فممكن تكون بالقيصريه مراده ووفيات ناجمه عن ذات الرئه الاستنشاقيه مثلا او مشاكل تخديريه. حتى ممكن يكون عندي اختلاطات ناجمه عن القيصريه في بالنسبه للجنين في حال اجريت القيصريه قبل تمام الحمل. هلا عالميا تمام الحمل هو الاسبوع 39 فما بعد، في حال اجرينا القيصريه قبل ممكن يكون عنده خداجه او زله تنفسيه، عدم نضج رئتي الجنين، فهي مشاكل عم تكون اعلى بالقيصريه مقارنه مع الولاده الطبيعيه. تمام. يعني دائما نحن اذا عم نقول ميزان، اذا عم نحطهم على ميزان، فحجم المشاكل او لا سمح الله الاشياء اللي ممكن تصير بعد الولاده ممكن تكون اكثر بالولاده القيصريه. ذكرتي موضوع التخدير دكتوره، او موضوع التخدير العام وفرق التخدير حتى بين الولادات
الولادات القيصرية أو حتى الولادة الطبيعية طبعاً. هنا نوضح الفرق بيناتهم وموضوع كنا عم نحكي فيه تحت الهواء. كنت عم بسأل الدكتورة أنه في كتير سيدات بيخافوا أنه لا أنا ما بدي أخذ الإبرة تبع التخدير بعد ألف الشهر بده يصير معي شلل إذا زاحت الإبرة ما بعرف شو بده يصير. هنا نوضح هذا الموضوع ونحكي على الفرق بالتخدير. تماماً. هلأ أثناء القيصرية نحن نحكي عن القيصرية أولاً بعدين الولادة الطبيعية. هلأ أثناء القيصرية في عنا نمطين وثلاث أنماط، تخدير عام والتخدير الناحي العام والناحي الناحي، وإما قطني أو إبيديورال أو مختلط قطني مع إبيديورال. إبيديورال يعني هو فوق الجافية. هلأ بالقيصرية أكيد وحتى بالدول المتقدمة بالدول الحديثة التخدير القطني هو المفضل. التخدير القطني المريضة واعية صاحية متجاوبة قادرة على التنفس بشكل طبيعي، يعني ما أنا بحاجة لوسائل تنفس اصطناعي أو تنبيب كما هو الحال بالتخدير العام. تمام؟ التخدير القطني إجراء سريع خلال دقيقة أو ثلاث دقائق بتم إجراء التخدير، بيستمر من 1 إلى 3 ساعات. سميت مواد التخدير الجهازية المستخدمة أثناء التخدير العام أقل بكثير في التخدير القطني. كمان انتقال مواد التخدير للجنين بالتخدير القطني أقل بكثير من التخدير العام، لأنه عم نستخدم حقن ناحي بمنطقة معينة. هلأ مشان موضوع الشلل، مكان التخدير القطني عاده عم بيكون، هلا نحن عندنا الحبل الشوكي اللي هو موجود ضمن العمود الفقري، نحن عم نحقن ابره التخدير القطني بين الفقرات القطنيه الثانيه والثالثه او الثالثه والرابعه، يعني اسفل الظهر. الحبل الشوكي عاده بينتهي بمستوى الفقره القطنيه الثانيه، ما تبقى منه هي جذور عصبيه بتعطي الحس والحركه للاطراف والاليتين ومنطقه العجان، وبالتالي نحن لما عم نحقن ابره التخدير بهي المنطقه فالسيده ما بيصير عندها هي المفهوم الخاطئ والمعتقد الخاطئ اللي عم يفتكروا فيه. تمام. يعمل مشاكل، ممكن يعمل صداع، نحن بنحاول نتجنبه بالمسكنات بالإماهة، ممكن يعمل آلام بسيطة أسفل الظهر، ممكن يعمل شوية غثيان وإقياء أو حتى تعب بسيط أو ألم أسفل الظهر بسيط. هي بس لا سمح الله أثر على المدى البعيد ما في له حكما. لا تمام. أكثر سيدات أنا بعرف بسمع طبعا أنه بيشكوا من صداع بعد صداع القيصرية، بعد التخدير القطني بيضلوا بيقولوا أنه ما كان عندي تمام. شقيقة صار عندي شقيقة من بعد القيصرية، ما كان عندي صداع يومي صار عندي صداع يومي من بعد القيصرية، شو السبب وشو الحل؟ هلا الصداع اللي بيصير بعد التخدير القطني نحن عم نحقن منطقة اسمها الدورة اللي هي أغلفة مغلفة للحبل الشوكي، فلما عم تنثقب هي عم تسبب صداع. هذا الصداع عادة هو محدد لنفسه، يعني خلال عدة أيام بتراجع. بتغير بالوضعية، يعني المريضة ممكن تكون من وضعية الاستلقاء للجلوس أو للوقوف يسوق أو تكون واقفة وتتسطح يزيد. فنحن عادة أولاً بننصح بالإماهة الجيدة، تعويض سوائل بشكل جيد للمريضة. تماماً. الكافيين، المشروبات الحاوية على الكافيين كتير بتحسن الصداع. بعد القيصرية بالتخدير القطني ينصح المريضة مباشرة تشرب فنجان قهوة وتشرب سوائل بشكل جيد. ممكن نلجأ للمسكنات مثل السيتامول مع أو بدون كودائين. تحاول المريضة دائماً تكون بوضعية نصف جلوس أو اضطجاع، ما تحاول كتير تغير وضعيتها. خلال عدة أيام بيكون متراجع. في بعض الحالات النادرة ما استفادت المريضة على كل هالوسائل وبقي الصداع بعد عدة أيام، ممكن نلجأ لشيء اسمه بلاد باتش، يعني ناخذ 10-20 ملي من دم السيدة ونحقنه مكان إبرة الحقن القطني فيتحسن الصداع ويتراجع يمشي الحال. كمان كنت عم تحكي دكتورة على موضوع الفترة الفاصلة، خلينا نقول بين الولادات أو بين حتى الحمول بحد ذاتها، قلنا بموضوع الولادة القيصرية إنه إذا كان في فاصل فممكن ما يكون في مانع إنه إذا الولادة الأولى طبعاً كانت قيصرية تكون الولادة اللي بعدها طبيعية. شو هي هي الفترة اللي إحنا عم نحكي عنها؟ هلا أولاً مو كل الولادة قيصرية هي حكماً استصباب لقيصرية، وهذا الشيء شائع بمجتمعنا مثل ما قلتي للخروسات أو حتى للسوابق قيصرية. حسب استصباب القيصرية، يعني إذا كان استصباب مطلق ضيق حوض ومريضة ما ممكن تولد طبيعي فنحن بنوجهها مباشرة للقيصرية، أما إذا استصباب تألم جنيني سابق أو استصباب قابل للتعديل فنحن ممكن نوجهها للطبيعي. هلا الفاصل الزمني الأفضل بين الحمول بشكل عام هو من 18 إلى 24 شهر، يعني سنة ونص لسنتين. هذا الفاصل أول شيء بيأمن فترة رعاية كافية للولد الأول، بيأمن فترة راحة لجسم السيدة، استعادة جسمها لنشاطه لصحته مثل قبل الحمل، وبيأمن فترة كافية إذا كانت الولادة الأولى قيصرية لشفاء ندبة القيصرية السابقة حتى نقلل من خطر الاندحاق أو التمزق، سواء كانت الولادة حتم بطريقة قيصرية أو بطريقة طبيعية. طيب ختاما خلينا نرجع للولادة الطبيعية شوي، ذكرتي إنه المخاض بمر بعدة مراحل أثناء الولادة الطبيعية. ذكرنا خروج الجنين، أول شيء التقلصات، بعدين خروج الجنين، في ولادة المشيمة كيف بتتم وبعد فترة قديش من خروج الجنين؟ تمام. هلأ ولادة المشيمة عادة بشكل طبيعي خلال 10 دقائق، نحن بنعطي مقبضات نساعد على خروجها، لحتى نقول نحن أنه تأخرت أو ما طلعت المشيمة والملحقات مع الحبل السري 30 دقيقة. إذا مرقت 30 دقيقة بعد خروج الجنين وما خرجت المشيمة فنحن أمام شيء اسمه تطاول طور ثالث للمخاض. هون بدنا نلجأ لمحاولة تخليص يدوي للمشيمة، تغطية المريضة بالسادات مع استقصاء السبيل التناسلي لنتأكد أنه معنا تمزقات، في حال وجود خياطة وتغطية المريضة بالسادات تسكين الألم وقطع سوائل. هي أسهل من خروج الجنين طبعا، خروج المشيمة أسهل بكثير من خروج الجنين طبعا. تمام. ممكن نلجأ للتخليص اليدوي وهو أسهل.
يعني بنتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع، ودائما يمكن هدف هي الفقرات هو اكيد التوعية اكثر بهي المواضيع واعطاء معلومات اكثر عنها. بنشكر كثير دكتورة، شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. شكرا ان شاء الله هيك كل السيدات الحوامل يقوموا بالسلامة ان شاء الله، ويكون الصحة التامة لهم وللبيبي اللي عندهم. اهلا وسهلا.